على طريق انفتاح العراق على العالم بشتى المجالات، تبادل للخبرات وزيادة في القدرة والكفاءات، ولعل الصحة بكل أقسامها ومفاصلها واحدة من أهم المجالات بحاجة إلى التطوير. مشاريع بدأت تتضح ملامحها بين الجانب العراقي والأمريكي، وأطباء وفرق طبية تزور أمريكا وتعقد المؤتمرات. من واشنطن، المؤتمر الطبي العراقي الأمريكي ومشروع الصحة النفسية في المجتمع العراقي، قضية ورأي يأتيكم في الأوقات التالية.